كلنا ندري انه رحلة التعليم تغيرت، ولا ما اقصد الاترام، اقصد الرحلة نفسها لكيف وايش تتعلم ومع مين. تعالوا معي ناخذ جولة في Learn 2024 ونشوف مستقبل التعليم. انا هنا بمثل سبيستون للتعليم، ده قسم جديد في سبيستون هدفه الاساسي ان احنا نجهز شبابنا واطفالنا للمستقبل بالمهارات اللي هم محتاجينها علشان ينجحوا عالميا. فالندوة النهاردة كانت بتتكلم على ايه المهارات المطلوبة علشان الشباب يقدر ينافس عالميا، ايه المهارات اللي احنا مفروض نتعلمها، ايه المهارات اللي بتبقى ناقصانا من واحنا في المدرسة. اتكلمنا على مهارات مختلفة، منها اللايف لونج ليرنينج، ازاي ان انا اكون متعلم دائم واكتسب مهارات جديدة. المواضيع والمحاور متنوعة بكل تأكيد، وتنقسم تحت أقسام هذا المعرض اللي هي فضول واندماج وانعكاس وتبادل وآفاق. ومو بس كذا، المؤتمر يربط الجهات بالأفراد والمجموعات المهتمة ويقدم تجربة متنوعة للزوار. انا متحمسة قوي اسمع الندوات اللي عن استخدام الاي اي في التعليم، وازاي ان الاستخدام ده ممكن يخلي التعليم تفاعلي وممتع من سن الاطفال لحد الكبار. ده مجال يعني باشن ليا، لان انا اصلا مهندسة كمبيوتر قبل ما ابقى في سبيستون، فالتكنولوجيا باشن ليا واشتغلت في القطاع ده كتير مع يوداستي ومايكروسوفت وغيرهم. فمتحمسة قوي اشوف الندوات اللي بتتكلم عن كده. مؤتمر ليرن مهتم بتطوير فكرة الاستكشاف واستمرارية التعلم، وكيف ممكن يكون التعليم شيء أبعد من حدود المناهج والكتب. يحضر هذا المؤتمر أكثر من 200 متحدث رائد في هذا المجال، ويتواجد أكثر من 35 جهة بشتى المجالات، وهناك أكثر من 80 موضوع ومحور مفتوح للنقاش.